لأنه وطني هو أغلى شيء في حياتي. سأكون معه في السراء والضراء، وسأحرص على أن أجعل منه نموذجاً تقتدي به الدول ليظل علمه مرفوعاً عالياً. الوطن هو أغلى شيء في حياتنا، لذا علينا أن نحميه وندافع عنه ونكون دائماً على أتم استعداد للتضحية من أجله. أن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي. علينا أن ننمي وطننا ونسعى إلى رفعته والارتقاء به في كل المجالات، وذلك بالاجتهاد والعمل على التنمية والتقدم للوطن. وطني، بدم الأحرار سأرويه، وبماضي العزم سأبنيه، وأقدمه لابني حرا فيصون حماه ويبديه. حياكم الله في حديث بغداد.